رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو يلتقي أو يستقبل نائب رئيس الشركة الدولية للنقد التابعة لصندوق النقد الدولي جيدوم هوا. قصر الخامس عشر من يناير يشهد انطلاقة أعمال السمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية بحضور حكام الأقاليم. والنادي الرياضي لكرة القدم لبلدية جمينة المعروف بأسمري يتحول إلى نادي جمينة لكرة القدم بعد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الشادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. استقبل بعد ظهر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو نائب رئيس الشركة الدولية للنقد التابعة لصندوق النقد الدولي جيدوم هوا، وتباحث المسؤول الدولي مع رئيس الجمهورية عن العديد من الملفات التي تربط البلاد بالصندوق لا سيما في مجال الاستثمار. زينب سليمان. تدخل مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو لنائب رئيس الشركة الدولية للنقد التابعة للبنك الدولي السيد جيدوم هوا في إطار التعاون بين تشاد والشركة لا سيما في مجال الاستثمار في تشاد. وعلى مدى ساعة كاملة تباحث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو مع وفد الشركة الدولية سبل تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري وإمكانية جلب الاستثمار في مجال التجارة والصناعة والتعليم والثروة الحيوانية والزراعية في تشاد. وتعتبر هذه الشركة من الشركات المهمة في العالم في مجال الاستثمار والتنمية، وتتعاون الشركة الدولية للنقد التابعة للبنك الدولي مع أكثر من 50 دولة في العالم. وعقب خروجه من المقابلة أكد لنا نائب رئيس الشركة: بالتالي قابلنا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو وتطرقنا معه العديد من المواضيع التي تخص الاستثمار والتنمية في تشاد. وأيضا أكدنا لفخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ ضمانات الطاولة المستديرة التي تخص المشاريع التنموية في تشاد على أرض الواقع. وتأتي زيارة الوفد في مجال تجسيد الوعود التي أطلقها عدد من المستثمرين أثناء انعقاد الطاولة المستديرة لحجز الموارد من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية التشادية، وذلك بفتح فرص الاستثمار وجلب المستثمرين في جميع المجالات. هذا وقد حضر اللقاء بجانب رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي السيد عيسى دبرانج والأمين العام برئاسة الجمهورية السيد جان برنار باداري ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية السيد عيسى علي الطاهر والمستشار الفني المكلف بالمالية برئاسة الجمهورية السيد إتيان ألينجي وعدد مساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. وننوئ أن مساعي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو تهدف إلى إيجاد اقتصاد بديل يرتكز في مواردنا الطبيعية المتمثلة في الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن وغيرها، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم في تدني أسعار البترول في الأسواق العالمية. شهد قصر الخامس عشر من يناير انطلاقة أعمال السمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية. وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل هو من رأس الجلسة الافتتاحية لأعمال السمينار بحضور عدد من حكام الأقاليم. الحسين النور يوسف والمزيد من التفاصيل. تنسيق العمل وتوجيه جميع القطاعات التابعة لوزارة المالية والميزانية هو الغرض من السمينار السنوي الأول الذي نظمته وزارة المالية من أجل ضبط وتكريس الجهد للحد من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. في كلمته الترهيبية المدير العام لوزارة المالية والميزانية عبد الله بحر بشر أبان بأن الوزارة في القانون المالي لعام 2018 وضعت عدة استراتيجيات للحفاظ على الدخل العام في الخزينة العامة للدولة، وهذه الاستراتيجيات تتمثل في ضبط الأعمال الجمركية وكذا القطاعات التي تعتمد عليها الخزينة العامة. ولتنسيق تلك الجهود أدرجت هذا السيمينار في الخطة السنوية للوزارة. من ناحيته وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل خلال افتتاحه لأعمال السيمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية قال إنهم وجهوا عدة تعليمات للحفاظ على الدخل العام في الخزينة العامة للدولة، ولكن هذه التعليمات التي وضعت
إذا ما تم التنسيق بين جميع تلك القطاعات العاملة في هذا الشأن لن تتحقق النتائج المطلوبة بالشكل المرغوب. لذا فإن هذا السمينار سيسمح لجميع الإدارات التابعة لوزارة المالية والميزانية توحيد جهودها من أجل الحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة. السمينار السنوي الأول لوزارة المالية والميزانية تستمر أعماله لمدة 48 ساعة. وقعت وزارة الري والإنتاج على مذكرة تفاهم شراكة بينها وشركة كارناريكو السويدية. الاتفاقية وقع عليها من جانب الحكومة وزير الثروة الحيوانية محمد النظيف يوسف ممثلا لتلميذه في الزراعة آدم حسن المكاوي. شركاء البلاد الذين تعهدوا في الطاولة المستديرة التي نظمتها البلاد في العاصمة الفرنسية باريس ما زالوا يتوافدون واحدا تلو الآخر لتنفيذ التعهدات التي أبرمت في تلك الطاولة المستديرة. ومن هذا المنطلق جاءت شركة كاناريكو السويدية المتخصصة في مجال عمل الزراعة لتوقع على مذكرة تفاهم بين الشركة ووزارة الزراعة. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ممثلا لوزير الزراعة في هذه الاتفاقية بعيد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة السويدية أشار إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن الاستراتيجيات التي رسمتها البلاد بالخطة الوطنية للتنمية. نتيجة الناس الذين شاركوا في ملتقى باريس وأبوظبي، فالحمد لله جاءونا وعملنا معهم هذه الشراكة الأولية لخدمة الزراعة في بلادنا. من ناحيته الأمين العام لوزارة الزراعة والري والمعدات الزراعية أكد بأن شركة كاناريكو السويدية التزمت بتعهدها القاضي في الاستثمار بالبلاد. يعتبر مجال عملها من المجالات المهمة والتي يعني توافق أهداف الدولة في مجال التنمية الزراعية بصفة عامة. الخطة الوطنية للتنمية شيئا فشيء ستعمل على استدامة التنمية لتصل بها إلى النهضة المطلوبة. أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبران أعمال خطة الاستجابة للأوضاع الإنسانية لعام 2018. الخطة تم الاتفاق فيها مسبقا من قبل الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. حسن جد عمر. إن أرض هذه الخطة الخاصة بالاستجابة للأوضاع الإنسانية في تشاد للعام 2018 تهدف إلى معرفة أوضاع النازحين واللاجئين، وبما أن تشاد تعد ضمن الدول التي تواجه حاليا أزمة حادة في نقص الغذاء خاصة المناطق الحدودية، فإن الاستراتيجية تهدف إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي إنقاذ وحماية السكان المتضررين، التقليل من معاناتهم وحثهم لمواجهة الصعاب. وعلى حسب الدراسات المتعلقة بالعام المنصرم فإن من بين 23 إقليم تم تحديد 12 منهم محددا بخطر المجاعة التي نتجت من سوء التغذية والنزوح الإجباري والحاجة إلى الصحة. منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشاد ستيفان ناتشيل أشار إلى أن خطة العام 2017 تم تنفيذ 43% من الاستراتيجية، حيث هناك نقص ملحوظ مقارنة مع العام 2016 الذي وصلت نسبة استراتيجية إلى 53%. وعليه قدم نداء وتحركا جماعيا لأجل مساندة هؤلاء الضعفاء. أما وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبرين فقد أوضح بأن هذه الحالة لا يمكن الخروج منها إلا بمساعدة الشركاء الفنيين والمالهين، وعليه فقد دعاهم إلى تقديم الدعم اللازم للبلاد لتنفيذ خططها الرامية إلى الوقوف مع اللاجئين. التقى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور بيوم مالوم أدريان ممثلي الاتحاد العام للطلاب التشاديين. اللقاء يهدف إلى التباحث مع الطلاب حول الأوضاع التي تسببت في تعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد. أحمد ياسين عبد الرحمن. سعي من الطرفين في تقارب وجهات النظر وإيجاد بعض الحلول والتوافقات لأجل بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا. فقد التقى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور بيوم أدريان مالو بالاتحاد الوطني للطلاب التشاديين. وخلال اللقاء وضح الوزير رؤية الوزارة في الوضع الراهن وأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وعلى الطلاب تفهم الوضع. وعقب الخروج من اللقاء وضح الأمين العام للاتحاد الوطني للطلاب التشاديين ما تمخض عن هذا اللقاء. نحن دائما نبحث وندافع عن ما يستفيد منه الطلاب. فالآن نحن على الصعيد الوطني عموما 61,000 طالب. فمن خلال لقائنا مع الوزير اليوم
تأهد لنا بأنهم يعني سيدفعون المنحة في الأسبوع القادم فقط. أما الأمين العام النائب لوزارة التعليم العالي هو الآخر أكد على ضرورة تواصل الحوار. اتحاد الطلاب هو مسؤول من كل الطلاب في التعليم العالي الببليك، لذلك دعوة لهم من أجل توضيح بعض الأشياء اللي هم يلتزموا بها، وذكروا بعض الأشياء من ضمن الأشياء اللي ذكروها أنه يجب معاملة معلمي التعليم العالي معاملة خاصة. يبقى أن نشير بأنه في ظل هذا الجمود والصمت القاتل من الأطراف النقابات العمالية والاتحاد الوطني لطلاب التشاديين والحكومة، فما مصير التعليم في البلاد؟ نظمت وزارة المرأة والتضامن الوطني دورة تدريبية حول حقوق الأطفال. الورشة نظمت لصالح رجال الشرطة الوطنية والقضاة وبعض العاملين بالوزارة. آدم حنفي فاضل. إن المرأة والطفل هما أساس البناء للكيان المجتمعي، ومن واجبات السلطات العليا نحوهما تنظيم آلية تشرف على حقوقهما. وبناء على ذلك، حيث نظمت وزارة المرأة والطفل والتضامن الوطني هذه الدورة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين فيها، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف. المدير العام لوزارة المرأة والطفل والتضامن الوطني إسماعيل آدم ممثلا للوزير تحدث عن أهمية هذه الورشة التي وصفها بالمتميزة عن غيرها بمراعاتها لحقوق الأطفال. دولتنا يعني سيني كونفنسيون بقول لحقوق الإنسان، يعني في الكونفنسيون ده في حقوق واجبة على الطفل، يعني من حقوق من الصحة من التعليم، دي الكل يعني حقوق واجبة على الطفل. يعني هسا لمينا اليوم ده عشان نتحاور في هذه الحقوق المتعلقة بالأطفال. منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة وعلى لسان ممثلها بكري قال إن هذه الدورة جاءت نتيجة للاتفاقية التي وقعت عليها تشاد في مطلع عام 1990 المتعلقة بحقوق الأطفال. وخلال هذه الدورة يتم دراسة العديد من المواضيع والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الأطفال، ويشار إلى أن هذه الدورة شارك فيها كل من ممثلي رجال الشرطة الوطنية والقضاة وكذا المعنيين بوزارة المرأة والطفل والتضامن الوطني، وستستمر لمدة يومين. قدم الأمين العام لشبكة الفنانين التشاديين أحمد بشر أبا حديثا صحفيا دعا من خلاله الحكومة والنقابات العمالية المركزية للتوصل إلى حل يرضي الجميع. إننا هدف لمنا وعلم قالوا سو بوان دو بريس اجينا والبوان دو بريس قاعد تهجي في شنو بشيء اللي شفناه ان بلدنا هسه غير في حاله صعبه، وهلا هسه بلدنا غير فوق دي اين ممثلين ولا ارتست الباكين ما نقدروا نخصوا نشوفوا بلد ده كيكين وما نهجوا عشان لينا ان نقول الحق نقولوا شيء واحد دوك نورو شنو اي مازول في اليوم في الدنيا يعني دون نورو يدور بلده يمشي قدام، اي مازول يدور عافيه، اي مازول يدور صحه، اي مازول يدور يجري على كل حال. وكان نهجو كيقولوا نقولوا العافيه قبل، والعافيه دي بس الهم هي لما نعني هنا والتم هنا قلنا شنو الموضوع اللي حصلنا كتبنا قاعد في بندرول فوق هو الموضوع ورنا بالفرنسي ديالوج فولابي. الديالوج ده هيجي ام بناتنا ده زياده هو بس يجيب العافيه ده اين ما نقدر نشوفه بلد دقات وعنده مشاكل ونشوفه بيننا. وفي ذات الاطار فقد دعا رئيس تجمع لا تلمس مكتسبات جميع الاطراف السياسيه والنقابيه الى الجلوس لطاوله الحوار بغيه الوصول الى حلول ناجعه. سأل للرئيس واجب الداخل ما يسكت ويلقى لنا حل، وفي لن سيوكل الداخل بلقى لنا حل. النقابات واجب يوقفوا الياتو، واجب يوقفوا الجريف سيش ده ويناقشوا مع الحكومة، والحكومة كل تقصي تناقش معهم. وفي ناس وعدين في الحالة دي مو مبسوطين بدور كنت تتلف زيادة تشبع مزاكي، قال هي دور السلامة ما أدري ما تدور الأنف.
ناس السياسيين. تعرف السياسيين وناس النخابة ما هدفهم شكل. دول بقولهم بارتنير سوسيو. دول بقولهم أم بوليتيك. الأم بوليتيك بدور الملك بدور ده بدور بقى رئيس ده بدور بقى في الأسامبلي دول. أما البارتنير سوسيو ولا بدور ده. البارتنير سوسيو هم بدور كون يعني الخدامين ذاتك يلقوا ياكم. رواتبهم ده يلقوا. ده البارتنير سوسيو. ظلم في الامل ما في في الماهيه كل ما في يعني هم دول ده الحاله دي بخصهم هم والحكومه اما السياسيين والبقود بيقولوا امرقوا برا الشات اساليهم قاعده في عافيه ونف ما في دواز مش زمان جادين كانت قاعده لهم ريفيجي كله ما في يعني دول ده اصلا دخلوا وقاعد بفطنون زياده كما دعا كما عقدت بل الموسيقية الوطنية للشباب من أجل السلام في تشاد مؤتمرا صحفيا تطرقت فيه للأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد. أحمد خميس جمعة في تقرير التالي يجمع لنا ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. يجيء هذا المؤتمر الصحفي للمنسقية الوطنية من أجل إبداء الرأي وتقديم المقترحات للخروج من الحالة التي تعيشها البلاد. هذا هو صميم المؤتمر الصحفي الذي تناول في البدء الحديث المنسق علي بركاي الذي أوضح بأن الحالة التي تمر بها البلاد تدعو كافة أطراف المجتمع المدني والحكومة إلى تقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية ضرورة الحوار بين الأطراف بغية الخروج من الأزمة والحفاظ على مكتسبات الأمن والسلام والاستقرار الذي تنعم بها البلاد في حين أن إحدى العضوات أكدت بأن المنسقية مستعدة للوساطة وتنظيم الحوار بين الجانبين وأن ذلك من المهام الرئيسية للمنسقية مؤتمر الصحفي اللي قدمناه اليوم الصباح هو عشان نوقف الشباب أن يحافظوا على الأمن والسلام في البلاد بس يتنا للشباب أن لا يأخذ كلام عن السياسيين ويمر في الشوارع يزرقوا ويكسروا لا لا وسيدنا لهم أن يقوموا بعمل سلمي حتى لو عندهم مشاكل لازم أن يقدموا أحوالهم بطريقة سلمية هذا وتخلل المؤتمر الصحفي هدية عبارة عن فنيلة مقدمة من المنسقية إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كما تداخل ممثلو وسائل الإعلام بأسئلة واستفسارات حول النقاط المعروضة وجدت أجوبة مقنعة من المؤتمرين ونبقى في هذا الملف لا سيما حملة محمد صالح موسى التي تستهدف شباب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد حسن آدم. اللقاء الذي جمع الأمين التنفيذي لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ RGMPS بمدينة أنجمينة محمد صالح موسى ومناضلي الحزب بالدائرة الخامسة جاء بهدف حث المناضلين على التمسك بالمبادئ السياسية للحزب وكذا الوقوف خلف الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث تقللت المناسبة عدة مداخلات تنصب في صالح توئية سكان العاصمة أنجمينة لا سيما سكان الدائرة الخامسة وكذا التحلي بالصبر والمسؤولية في مواجهة مثل هذه الأزمة وما ترتبت عليها من إجراءات تقشفية في أي ما كارتير عندنا سيلين أنا إرجي أمبس السيلين أنا إرجي أمبس أنا كارتير ده يوئي كاري حقا والكاري يوئي ملتان أنا كاري القاجين دولا في تشياسون ناسا قاجين فوق ده أنينا بلاس أنا شباب ده ما بلاس أنا في شاري وما نتابو أي نادم ينتينا وسية لأنه دول في شاري نكسر نتلف دم بلاصنا عينا عين يقول نتلف من أبهاتنا وأخواننا الكبار المسائل أنا السندكات خلي يقول تيد مع حكومة بلغوا هلال بركي بلدنا يمشي قدام هذا وفي ذات السياق فقد حمل الأمين التنفيذي لتجمع شباب الحركة بأن جمعنا نفس الرسالة إلى سكان الدائرة الرابعة كما أشاد كل من الأمين التنفيذي بالدائرة والنائب البرلماني أسمان عوض الكريم بهذه البادرة مؤكدين بأنهم سيعملون ما بوسعهم لمواصلة الحملة التوعوية فعلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين مواصلة الحوار من عجل بلوغ الأهداف المنشودة
ثقافيا اختتمت بإقليم إندي الشرق فعاليات السباق الصحراوية، حيث شارك في هذا السباق العديد من العدائين من داخل وخارج البلاد. تقرير آدم حسن المكاوي. أزدل الستار نهائيا على فعاليات الدورة الرابعة لسباق الصحراء تريك. هذه المناسبة الرياضية السياحية التي شارك فيها أكثر من 70 مشارك من مختلف دول العالم، ومن أبرزها الصين وفرنسا والأرجنتين وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا، جاءوا ليسهموا في تنمية القطاع السياحي ودعم سياسة الحكومة في ترقية هذا المجال، بتأكيد من منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية أبكر روزيتاجيل، الذي أفاد بأن هذا اللقاء قد حمل في طياته مبدأ الأخذ والعطاء بين الرجال والنساء وتبادل المنفعة المشتركة في إطار الثقافات الصحراوية، مضيفا إلى أن العمل الجيد دائما يعطي نتائج مثمرة، منتهزا الفرصة ليطلق نداء للبعثات الدبلوماسية للدول الحليفة والصديقة من أجل إخطار مواطنيهم للمشاركة في النسخة القادمة بمختلف المنافسات. وفي نفس السياق أشاد رئيس اللجنة الفنية لسباق الصحراء تريك للنسخة الرابعة جان فيليب بنجاح هذه الدورة الرابعة للسباق الصحراوي الثقافي الرياضي، شاكرا كل الشركاء المانحين والفنيين والحكومة والشعب التشادي والمشاركين. واختتمت المناسبة بتوزيع جوائز تذكارية لإقليم إندي بصفة خاصة وتشاد بشكل عام. نظم الاتحاد النسائي العالمي فرع تشاد ختمة قرآنية من أجل السلام والأمن والاستقرار في البلاد. المناسبة الختامية رأستها البتول زكريا رئيس الاتحاد النسائي العالمي فرع تشاد. تقرير ياسر محمد أحمد. يدخل هذا اليوم الذي تلي فيه ثلاثة ختمات قرآنية والذي نظمه الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي مكتب تشاد من أجل أن يرفع الله البلاء من البلاد ويعم الشفاء في ربوء الوطن. في مداخلتها رئيسة الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد قالت بأن الهدف من تنظيم هذه التلاوة القرآنية بدور يعني نوصل الرسالة بكون يعني ختم القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ده ما علينا إلا نحصره في مكتبنا ولا خاص اللي نجمعنا، بدور الأخوات برا كلها الأعضاء معانا ده هم كلها خليه يرفضوا من الرجل. شغلنا نسوي شنو؟ التوبة. إذا كان المسلم داق شغل واحد كده يعني ما عجبه وبرفع ايدينا لله عشان يجيب الفرج، هل قلنا نتضرع على الله ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعانا يجيب الفرج في بلدنا يجيب الرفاهية. كما شهدت المناسبة مدائح نبوية تجسد صفاته وشمائله النبوية. هذا ونشير في نهاية المناسبة تضرع الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعم البلاد الأمن والاستقرار، وأن يتغمد فقيد الأمة الدكتور حسين حسن أبكر وجميع المسلمين بأوسع رحمته. ونبقى في هذا الشأن، حيث نظمت رابطة العلماء والأئمة والدعاة حفل تأبين لوفاة الشيخ الراحل حسين حسن أبكر، كان ذلك بحضور وزير الأمن العام أحمد محمد باشر. آدم حنفي فاضل. مبادرة تمتاز بها رابطة العلماء والدعاة والأئمة بدول الساحل بإقامة حفل التأبين للراحل الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر، وذلك حاملين معهم في قافلتهم كتب علمية مختلفة من أجل مساعدة الطلاب والقراء بمقدار 1300 كتاب بالإضافة إلى 10 حاسب آلي من جهود علماء رابطة العلماء والدعاة والأئمة بدول الساحل بأن تكون صدقة جارية لصديقهم ورفيق دربهم الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رحمة الله عليه. ممثل تشاد برابطة العلماء والدعاة والأئمة بدول الساحل الدكتور أبكر ولر تطرق إلى النوايا الحسنة التي يمتاز بها الراحل في حياته. الأمين العام لرابطة العلماء والدعاة البروفيسور يوسف بالمهدي تحدث عن هذه المناسبة التأبينية مشيرا إلى مثالية الشيخ حسين حسن أبكر وما يمتاز به عن غيره. أيها الإخوة الكرام، نعتبر أن وفاة الشيخ ثلمة في هذا الدين، ثلمة في هذه الأمة، نقص من أرضها، ننقصها من أطرافها. علماء التفسير قالوا بموت العلماء، وكيف لا وهو الرجل الذي كان يحرص مع إخوانه عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله
نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الدكتور محمد خاطر عيسى أشاد بهذه البادرة الطيبة التي قامت بها الرابطة حول تعزيز الأخاء والمساواة بعد فقيد الأمة فيصل حسين حسن أبكر نجل الراحل حيث قدم شكره لوفد الرابطة ووصفهم بالمختلفين عن غيرهم بمبادرتهم الصديقة والحميمة مؤكدا أنه ومعيته يسعون لإكمال مشاريع والده الخيرية مشيرا إلى وصية والده بتسليم مكتبته الخاصة إلى جامعة الملك فيصل ليستفيد منها طلبة العلم ويشار إلى أن الكتب المهدية من قبل الرابطة هي كتب جزائرية الطبع كما قدمت أسرة الفقيد أيضا للوفد الزائر لوح مرسوم فيه آيات قرآنية تحس قارئها بالصبر على القضاء والقدر. رياضيا عقد أعضاء النادي الرياضي لكرة القدم لبلدية نجمينة جمعية عمومية لمناقشة أوضاع النادي ومن أهم ما خرجت به الجمعية العمومية تغيير اسم النادي من أسمري إلى نادي نجمينة لكرة القدم وقد رأس أعمال الجمعية العمومية النائب الأول لعمدة بلدية نجمينة تجاني عبد الرحمن نورين أحمد ياسر عبد الرحمن. بعد المناقشات والمداخلات من خلال الجمعية العمومية لنادي بلدية نجمينة المعروف اختصارا باسم أسمري فقد تمت مناقشة مسيرة النادي الرياضية خلال الفترة الماضية وتقييم أدائه وأيضا مناقشة اللوائح الداخلية المنظمة والضابطة للنادي الرياضية كما اقترح المجتمعون تغيير اسم النادي وبعد الإدلاء بآرائهم المختلفة توصلت الجمعية العمومية إلى اعتماد اسم النادي الجديد وهو نادي نجمينة FC برئاسة الرئيس الشرفي سلطان كشلة كاسر والرئيس التنفيذي التجاني عبد الرحمن نورين وعضوية عمد بلديات نجمينة العشر. كبرى المسؤوليات لنا أن نجمع الإمكانيات المادية والمالية اللازمة وإعداد جيد وتام للعبة كرة قدم مدينة نجمينة إن شاء الله وهذا يعني علينا أن يكون لنا برنامج عمل واضح فيها استراتيجيات واضحة وذلك حتى أن نتمكن من استقطاب اللعيبة الجيدين الممتازين تأتي بنتائج جيدة لمدينة نجمينة وتمثل مدينة نجمينة إن شاء الله وننوه إلى أنه في القريب العاجل سيشكل الفريق الرياضي لخوض المباريات الودية مع بقية فرق العاصمة نجمينة والمشاركة في الدوري الرياضي الوطني. نختتم النشرة بقراءة هذين المرسومين مرسوم رئاسي يحمل رقم 232 نظرا للدستور نظرا للمرسوم رقم 30.3 الجمهورية 2012 نظرا للمرسوم الصادر بتاريخ 2 أبريل 2012 القاضي بتحديد الأجور الشهرية لأعضاء مكتب رئيس الجمهورية والمدراء العامون والمدراء والرؤساء الأقسام الإدارية برئاسة الجمهورية نظرا لضرورة العمل يرسم بما يلي المادة الأولى تم تعيين الشخصيات التي أسماهم مستشارون فنيين برئاسة الجمهورية المستشار في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد مختار وودهب المستشار في الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وإدارة الأراضي والحكم المحلي السيد حسني فيليب المستشار في الأمن والدفاع الوطني السيد جدي صالح كدلي المستشار في الشؤون الاقتصادية والمالية والميدانية السيد إتيان ألينغي المستشار في البنية التحتية وفك العزلة والطيران المدني السيد عثمان عبد الرحمن جوغورو المستشار في الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والبيئة السيد محمد جليد هامشي المستشار في الصحة العامة والشؤون الاجتماعية السيدة ماجيديان باتشا رود المستشار في التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مسار حسين المستشار في البريد والتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد علي إبراهيم عبد الله المستشار في استصلاح الأراضي السكن والشؤون العقارية والملكية السيد رامدونغارتي جيرينغار المستشار في الطاقة والمناجم والبحث الجيولوجي الدكتور الحاج حامد إليمي علي متعي المستشار في الوظيفة العامة والعمل السيد عبد الله طاهر دابو المستشار في الثقافة والسياحة والشباب والرياضة السيد أحمد عبد الله أقوم المستشار في الإعلام السيد محمد بيانباي أنغرتوميا المادة الثانية يلغي هذا المرسوم كل الأحكام السابقة المخالفة ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر في نجمينة في 9 فبراير 2018 التوقيع إدريس ديبي إتنو
مرسوم 233 نظرا للدستور، نظرا لمرسوم 2012 القاضي بتحديد الأجور الشهرية لأعضاء مكتب رئيس الجمهورية والمدراء العامون والمدراء ورؤساء الأقسام الإدارية برئاسة الجمهورية يرسم بما يلي. المادة الأولى، تم تعيين السيدة كلثومة نجينة سفيرة متجولة برئاسة الجمهورية. المادة الثانية، يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في النمينة في 9 فبراير 2018 التوقيع إدريس ديبي إتنو. بقراءة هذين المرسومين ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.